بونجور، معكم مدامها. أنا عم بتوجه اليوم لطلاب الأدب الفرنسي الأكثر السنة الرابعة، ما بهم أي محافظة، بس كل الأدب الفرنسي بعرف بياخدوا شعر سريالي بالسنة الأخيرة، حسب كل واحد حسب محافظته. أنا رح أعطي فكرة هلأ عن قصيدة هي Il n'aurait fallu لوي أراغون، للشاعر أراغون. كلتنا عنا فكرة عنه إنه هو شاعر سريالي، ابتدى داداييست ثم أصبح سورياليست، واشتغل مع المقاومة وأثناء الحرب العالمية، ودخل بتيار سريالي اللي هو نمط جديد في كتابة الشعر. نحن رح نشوف هلا كيف لما بينطلب مننا شرح قصيدة كيف رح يكون شيء مختلف عن الأناليز ديتايي، ولا إن كان إكسبليكاسيون دو تكست، ولا كومونتير كومبوزي، شيء مختلف بالبويزي تخوا أو بويزي الحديث. خلينا نقراها، القصيدة حلوة كتير كتير، وأنا هون لليو فيغي اللي أنشدها الذهبي بطريقة كتير حلوة، حطيت الفيديو هون رح تعجبكم كتير. اللي بحب يسمع أنا رح أقول أقراها وترجمها، طبعا ما في شي بيشبه لما هو بتسمعه كيف هو عم يقراها بشكل رائع، عم يقول عم يغنيها. اسمه Il n'aurait fallu، لم يكن يتطلب الأمر. Il n'aurait fallu، لم يكن يتطلب الأمر، qu'un moment de plus، سوى لحظة أخرى، pour que la mort vienne، حتى يأتي الموت. Mais une main nue، لكن يدا عارية، alors est venue، وقتها أتت، qui a pris la mienne، وأمسكت يدي. طبعا الترجمة ما بيقدر الواحد يأديها أماني بالمية مية، بس يعني هذا اللي قدرت أعمله كمساعدة للطلاب. Qui donc a rendu؟ Leur couleur perdue. وأعادت، كي التي يعني اليد التي، كي طبعا هو تتم، بس نحن يعني شوي بصعب علينا الترجمة لأنه ما في علامات تنقيط، وهي هالعلامات الترقيم هي اللي بتحدد لنا بداية الجملة ونهايتها. ونحن عنا الشعر دايما بيبدأ كل بيت، لو كان كفاية الكلام بيبدأ بماجسكيول، يعني لما بدنا نكتب، لما إذا الله أنزل عليكم الوحي الميوز إلهة الشعر وحبيتوا تكتبوا شعر، لازم يكون أول حرف بالماجسكيول. كي دونك أغاندو، التي أعادت، لور كولور بيردو، الألوان التي زالت، أو جور أو سمين، لأيامي وأسابيعي، من أيامي وأسابيعي، يعني هالإيد رجعت لأيامي وأسابيعي ألوانها التي زالت، اللي ضاعت، اللي ضاعت مني. Sa réalité، فوجودها، à l'immensité، يملك وسع المدى، دي شوز يمن، في وجودنا الإنساني. moi qui frémissais، أنا الذي كنت أرتعد، toujours je ne sais، وباستمرار دون أن أعلم، de quelle colère، لأية غضب. deux bras ont suffi، كانت تكفيني ذراعان، pour faire à ma vie، لتقدم لحياتي، un grand collier d'air، طوقا من الهواء كبير. rien qu'un mouvement، لم تكن سوى حركة، ce geste endormant، هذه الحركة أثناء رقادي، léger qui me frôle، بخفة لامستني، un souffle posé، ونفسا حتى، moins une rosée، كقطرة الندى،
contre mon épaule على كتفي. Un front qui s'appuie. وجبين استند. À moi dans la nuit. علي في الليل. De grands yeux ouverts. عينين كبيرتين مفتوحتين. Et tout m'a semblé وكل شيء بدلي. Comme un champ de blé كحقلي قمح. Dans cet univers في هذا الكون. Un tendre jardin, حديقة لطيفة, dans l'herbe, في العشب. Où, soudain, حيث فجأة, la verveine pousse, نمت, العشبة العطرية, et mon cœur défunt, وقلبي المدفون, غني au parfum, ردت له الحياة بعطر, qui fait l'ombre douce, جعل عتمة الموت ناعمة. إن شاء الله يا رب تكون لدى عجبكم. أكيد وقت تسمعوا الشعر رح تلاقوا كتير كتير شي حلو. هلا نحن ما بدنا نقول شي حلو وما نشرح. نحن لازم نعرف شو بدنا نكتب إذا بيجينا شرح قصيدة. طبعا بالإنترودكسيون لازم أعطي مقدمة عن لوي أراغون الشاعر. لوي أراغون هذا اسمه. Voilà, Louis Aragon, من قصيدته عن من هي القصيدة هي il n'aurait fallu لم يكن يلزم لم يكن يلزم لم يعني لم يتطلب لم يكن يتطلب الأمر. هلا بدي أحكي شوي عن مو أنا يعني أنتوا بالشرح بتحكوا عن انه هالشعر هاد الى كومونسي افيك لو موفمون داداييست بدي مع الحركه الدادائيه بوي il s'est converti au surréalisme ثم انتقل الى الحركه السرياليه. ونحن نعرف انه هالموفمون هاي السرياليه هي اللي عملت رفو رفضت لكل شيء كونفونسيون سوسيال كل شيء كل ان كانت كل يعني الأعراف إن كانت تقليدية تراديشنال ولا اجتماعية ولا دينية ولا سياسية رفضت كل القيم وكل الأعراف وابتكرت هالطريقة في الكتابة هي الكريتور أوتوماتيك الكتابة الأوتوماتيك يعني أنا بكتب أي شيء بيخطر على بالي بدون ما أفكر إذا فكرت أو رجعت صححت فهذا ما عاد اسمه بويزي سيرياليست ما عاد شعر سريالي. يعني أي حدا من بيناتنا ممكن يكون شعر سريالي لأنه شيء اللي بيخطر لك بتكتبه هنا من أي منطلق من منطلق أنه شيء انستنكتي شيء من الداخل يعني المشاعر الداخلية المكبوتة هي عم تطلع عم بتكون على شكل شعر. فما في عنا قافية ما في إذا منطلع ما في عنا قافية يعني على masculin, féminin, 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 féminin. يعني ما في نقول إنه embrassé ou la croisé ou la plate. ما في أي شيء. الريتم يعني أطوال البيت. هلا هون بشكل خاص هلا بحكي عنه شوية كان منضبط قليلا بطريقة عرض قصيدته. بس هو عادة ما بيكون يعني يتبع لأي قاعدة فبيكتب هيك لعتعين بيت طويل بيت قصير حسب ما بيقتضي شعوره في أدائه مثل ما بده هو رح يعطي الشعر. طبعا طب بس نقول إذا كان ما في عنا ريتم ما في ريم لكن من وين تجي البويزي كيف صار هالكلام بويزي هو من الأسونانس تكرار الأحرف الصوتية هدول لما بيكتروا بيعطيني لحن وكمان الاليتيراسيون تكرار ريبيتيشن دي كونسون تكرار الاحرف الصامته اللي بعضها بيعبر عن الصمت وبعضها عن السكون وبعضها عن الحركه وبعضها عن الصخب وعن المياه كله هذا من خلال الاسونانس والاليتيراسيون
بيجيني الشعر كمان من خلال لا ريبيتيسيون دون ريفرين، تكرار اللازم، يعني بيت واحد بضل بيتكرر، هذا كمان بيعطي الموسيقى للقصيدة. هذا لازم أعرفه، وإذا قدرت أذكره أثناء شرحي للقصيدة ممكن. هلا أنا إذا طلعت عليها بلاقي أنا في عندي 6 استخوف، 6 مقاطع، وكل مقطع، كل استخوف هو عبارة عن 6 فيغ، 6 أبيات، 6 أبيات بس هن من بتألفوا من 5 سيلابات. الكتاب كمان نسيت أقول إنه القصيدة إنه غيفاليو هي من الرومان الركوي تبعه، المؤلف تبعه اسمه لغومان إناشوفي، القصة التي لم تنتهي أو القصة الناقصة، هذا عنوان الركوي الديوان تبعه. هلا إذا طلعنا بنلاقي إنه هو عبارة عن 5 سيلابات، تابعون معي، إل نو غي فا لو 1 2 3 4 5، كلهم هيك، كان مو مون دو بلوس. نحن بنعرف انه كل سيلاب فيه صوت واحد، فويل واحد سماعي وليس كتابي، نحن بنشتغل على السمع بالتقطيع. بور كو لا مور فيان 1 2 3 4 5، وهون كمان في عندي سينغيز دمج الاي او فيان، عملته سيلاب واحد، مي زو ن لهون، زو ن ما نو 1 2 3 4 5، ما رح كفيهم، بس المهم هو 6 فيغ، 6 أبيات، يعني مثل سيزان 6 أبيات لكن ب 5 سيلاب، 5 سيلاب. هلا بهالقصيدة بدنا نذكر الريجيستر، يعني نبرة القصيدة هي شغلتين، ليريك غنائي، ودائما اعتمدوا هالطريقة طبعا طالما الشعر فهو اذا ليريك باخذ علامته، وكمان بالاضافة لهالشيء هو إليجياك حزين، لانه اذا بنشوف عم يحكي عن ألمه، دابور سا بين عم يحكي عن ألمه، سون باسي ماضي بينيبل صعب، بوي ثم أتت السعادة، لأنه كان عم يحكي إنه هو رح يموت، حس هو على فكرة كان على وشك إنه ينتحر، وحياته كتير كانت صعبة، مسكين يعني، لأنه حبيبته ما كانت معه، وحبه إله فخلاه انه يحس حاله بده يموت، بس عم يفرجينا انه لما اجي، طبعا ما ذكرها بالاسم ولا اعطانا، هي اسمها إلسا تخيولي اللي تجوزها بعدين وقضى فترة طويلة من عمره معه، وبعد ما قال هي بعد ما توفت يعني ما رسمت يعني مزعل عليها، لا طول له شوي يعني، ما فورا مات يعني، طول له يمكن ما بعرف يمكن شيء 12 سنة حتى مات، هذا يعني من كتر زعله، ويكون ما زعلان ما كان ما طول لهلا. فإذا هو بويت دو 20 سيكل، شاعر من القرن العشرين، فالقصيدة عم تحكي عن ألمه ووجوده، يعني شعوره إنه هو رح يموت حزنا، وإنه خلص صار في القبر، ثم أجت هي وأنقذته، يعني هذا القصيدة عم تحكي عن الشانجمون أنتر لامور إلى في، تغير من الموت إلى الحياة. الإيد اللي انتشلته، لا مو انتشلته نشلته يعني، لا انتشلته يعني أخذته رفعته. إذن دابور سابين et son passé pénible, puis vient le bonheur, ثم تأتي السعادة avec la personne aimée, مع الشخص المحبوب اللي رح يرجع له الحياة. فمثل ما بنشوف هون لم يكن يلزم سوى لحظة زيادة لحتى يجي الموت. هلا هون عم نحكي عن le thème de l'amour. هلا أنا لما بدي أعرف عن شو هو التيم، شو هو الشان ليكسيكال، مجال المفرداتي والأفكار اللي عم تنوجد، كيف بحزرها لما بقرأ كل مقطع وبشوف شو هي الكلمات من أي، إذا جمعتها من أي باب، بتقعد تحت أي باب، أنا بشوف إنه هل هي تحت باب الموت، إذا التيم دو لامور والشان ليكسيكال تبع الموت، هل هي دو لافي
تيم دولافي عم يحكي كتير عن الحياة، فبقول إنه تيم دولافي، وبقول شو هو الشان ليكسيكال، المجال المفرداتي اللي بتعلق بالحياة. إذا كان على الأمور ذكر كتير الحب، فبقول كمان كله لازم أقوله، كله مرتبط ببعضه. الشان ليكسيكال مجال المفرداتي مع شو الشان ليكسيكال، يعني أنا لما بقول مدرسة يعني مقعد وطاولة وسبورة وطلاب، هذا هو. لما بقول معركة فبقول سلاح ومدفع وعسكري وجندي، هدول هذا هو الشان ليكسيكال، مجال الكلمات التي تستخدم في التعبير عن هذا التيم. كومون اكسبريمي سيت تيم، كيف بعبر عن هالتيم. هلا هون انا عندي الموت تيم دو لامور، شفت ما انه غيفالو ما كان لازم سوى لحظة واحدة لحتى لامور، ولا هاي كلمة لامور بدي اقول لحتى يجي الموت. مي عند كلمة مي دائما في عندي شانجمون، شانجمون دو كومبورتمون، شانجمون دو كونديسيون، في تغيير في الموقف، حصل شيء تغير كل النبرة تبعت القصيدة. كان راح يموت ثم une main nue، يد اجت اليد لحالها، اجت اليد فلتانية اخذته، لا اكيد هو اليد وصاحبته يعني، بس هو ما بيذكر صاحبته، عم يعطي جزء من الكل، فهذه صورة بيانية. لما بمشي هيك بالتسلسل بقدر بحل القصيدة بكل بساطة، وكل مقطع بحط هون تيم، هون شان ليكسيكال، هون فيجور دو ستيل، ميوزيكاليتي، وببلش بطبقهم تحت بعضهم، وبعدها بالاخير بيطلعوا كلهم عندي جازات، ما في غير اجمعهم مع بعضهم وبيطلع معي تحليل القصيده. اذا دان سو بويم بهالقصيده هي اراغون ايفوك سون امور، عم يحكي عن حبيبته باسيوني اللي هو بحبها متعلق فيها، وهي مرته. ايغون اوماج، وعم يقدم لها كامل ولاءه ومحبته لهالفام ايمي. لو بويم بريزونت، عم بيقدم لي هالقصيدة كلها، هي تقدم لي لا رنكونتر، لقاءه كومن ايفينمون سالفاتور، وكأنه هو حدث منقذ من سوفور سوفي سالفاتور، منقذ غراس اوكيل بفضل هالحركة هاي اراغون ايشابي الامور، قام من الموت وبطل يموت الحمد لله. اللي ما مات اراغون اتي او بور دو سويسيد، كان على وشك الانتحار. Le poème est composé de plusieurs moments de sa vie. حكى عن عدة لحظات من حياته واللي هي تعتبر انتقال من الموت إلى الحياة، من أول لقائه معه تحت شكل هذه القصيدة. وإن إنه سيس خوف، ست مقاطع، دونك شكل كل واحدة من بيناتها أسانك سيلاب، فيها خمسة سيلابات شكل ستخوف، وكل مقطع عم يحكي عن بارتي دو كور. بنشوف هون une main nue، يد هي اللي سحبته، كي ابخي لامين ايدو، هاي لامين مو ايدي انا، اخذت ايدو هو. هلا هون كي دونك كفيت، كي مين اللي رجع، اللي هي نفسها الايد، كفيت الايد اللي رجعت كمان الالوان المفقوده من ايامي واسابيع. شوفوا ايامي واسابيعي، هذا دليل على برولونجمون، فتره طويله تبعت دو لا دولور دو لا سوفرانس. Sa réalité, wujuduha, sa présence, à l'immensité des choses humaines, yani là où ça m'a dit que la vie, yani wujuda hiye la vie, wujuda la vie, la nature, hiye tabi'a, hiye kul shi. Hala houn, ba chouf n'am yahki an jour, semaine, l'wat, le temps, immensité, l'masahat, des choses humaines, l'achia, l'insanie. Iza benzel l'tahd kaman, بشوف، ولما عم بيقول هون انا كنت عم برجف وما بعرف من اي غضب، يعني شوف هو عم بيموت، لانه هون عم بيموت. دو برا وجو ايتين، ايد ايد، ايتين زراعين كفوني، اول شيء ايد، هلا الزراع طورنا، اجوا الايتين لحتى يقدموا، قدموا له شو قدموا له؟ ان غران كوليي دير. شوفوا هالميتافور هاي ما احلاها، انه طوق من الهواء، يعني هالطوق من الهواء كان واحد عم بيموت وهو ما عارفه من شو معصب، واجا طوق الهواء بهالزراعين قدم له اياه، مثل طوق الياسمين فر. هالطوق هذا من الهواء، طبعا هو بالنسبه له طوق الهواء منعش اكثر من طوق اي شيء ثاني، لانه هذا عم بيرد له الحياه. اذا هون ذكر الزراعان، بالاول ذكر الماء، هون الزراعان. نشوف كمان هون
ليس سوى حركة حركة، وأنا أندوغما يعني وأنا عم بموت، لأنه هذا يعتبر أنه هو ميت، بس ما قال ميت، لطف شوي وقال نايم. أجت الحركة خفيفة، هلأ هون عم نحكي عن حركتها سو موفمون ليجي، واللي هي لامست فخولي يعني لامست، وكمان انسوف النفس، هلأ هون عم يحكي عن نفسه، نفسه اللي هو مثل قطرات الندى، يعني كأنه هي بينه وبين الطبيعة، يعني اندماج، هي مندمجة في الطبيعة، هي اللي عم تعطيه الحياة. هل نفس هذا جعله كتفه له، مرة شلته من ايده، مرة حطت له طوق الهواء، مرة كتفه، يعني عم تحتار شو بدها تقدم له، كيف بدها تنقذه. هلا شو قدم من قدم لنا شعر من ناحية كأعضاء اللي عم يحكي عنهم، أفخو جبهته استندت عليه، يعني دون لانوي، لانوي كمان هون بيقصد فيها الامور، هو بالليل بالعتمة لوبسكوريتي، الظلام، الموت، الخوف، الألم. كمان مو بس جبينه، عينتين مفتوحات مثل كأنه فتحت له إلى أوفير سيزيو، فتحت له عيني سور لا في، يعني كان بده يموت وفتح عيونه، من خلال عيونه بيشوف، لأن هن دايما هدول السرياليين كتير عاطفيين، وهن بيشوف الحياة من خلال عيونه، هي اللي بتفتح عيونه على الحياة، ومن خلال عيونه بيشوف الحياة، قمة العاطفية. إتو ما سامبلو، كل شيء وقت اللي فتح عيونه شاف كل شيء، كون شان دوبلي، مثل حقل القمح، حقل القمح. طبعا القمح هو لا في، لا رينيسانس، الحياة، الولادة، اللي هو plein de promesses، فصل مليء بالوعود، d'amour، de vie، de n'importe quoi، أي شيء يعني في هذا الكون، dans cet univers، امتدت للكون كله. ما بكفي انه هي اعطته طوق الهواء، لا، خلته يندمج معه في كل هذا الكون. هلا un tendre jardin، هي صارت وكأنه حديقة لطيفة، كمان ميتافور، في العشب. هلا في العشب، هو طبعا يعني معتبر نفسه انه هو مدفون، بس هالحديقة اللطيفة داخل العشب، فجأة شوف سودان، هي الشانجمون، كفاية التغيير، دائما عم يصير تغيير مع مين؟ مع سودان. الوغ لا فيرفين، النبات طلع على قبره، النبات الريحة الطيبة فيقته، بكيف بشو؟ بي الريحة، بالعطر، البارفان، يعني كل السنساسيون تبعاته، الإحساس، اللمس، الشم، النظر، كل الحواس اشتغلت عنده، ونما هالعشب ريحته طيبة، اي مون كور ديفان، وقلبي مور، قلبي الميت، ديفان قلبه الميت، غني يعني نيتخ دو نوفو، رجع ولد من جديد في هذا العطر اللي جعل l'ombre les ténèbres اللي جعل هالظلمه هالobscurité هالعتمه عتمه الموت جعلها لطيفه. نحن كلياتنا بدنا هيك وحده تخلينا عتمه الموت لطيفه، فهي اعطته عتمه، جعلت عتمه الموت لطيفه. مثل ما انا شايفين هلا، انا كلياته سحرته كله كتبته تحت، بس عددنا ان السوفل ان دو برا كونتر مون ايبول، و كلنا هذو ذكرناهم. إذن هي كلها عبارة القصيدة عن إيمنة الأمور، إنشودة للحب، ديكلاراسيون، تصريح حب. الشان لكسيكال، شو هي كانت مجالات المفردات؟ حكينا عن لكور، عن الجسد، قلنا إنما يد، بغا زراع، إبول كتف، فخون جبين، غانزيو عينين كبار، أومبغ ظل. هذا شان لكسيكال du corps، حكينا عن champ lexical du temps، عن الزمن، al moment، al jour، al semaine، al nuit، thème de la nature، الطبيعة، al collier d'air، collier d'air، طوق من الهواء، al une rosée، الندى، al champ de blé، وين champ de blé، champ de blé. Dans cet univers, في هذا الكون، آل كمان لغب، جاردان، هذا كله لا ناتور، آل جاردان، آل لغب، العشب، فيرفين، النبت المنعش، بوس، نما،
كلهم هدول ذكرهم. أما لي سنتيمون فكان ذكر قبل لا كولير، الغضب بالبداية، جو نسي وين كانت، جو نسي دو كوا دو كيل كولير، ضاعت وين كانت، فوالا كولير مشاعر الغضب، فخميسي كنت ارتجف الرعب، هذا مشاعره اثناء الغضب اثناء الموت ومشاعره اثناء الحب. فخميسي يومين، اشياء يومين انسانيه، توندغ لطيف دوس ناعم، اللي انتقل للحاله الثانيه كور قلب. اذا لو تيم دو لامور اي ريبريزونت بيرepresenter بيتمثل بي لا بريزونس دو لا فام، وجود المرأة، سا بريزونس وجودها اترافير لي ما لي برا لو جيست كي ابري لا ميان لو فرون دو غرانز يو، هاي كلها لو تيم دو لامور. تندر جاردان لا بريزونس دو ليتر ماجيك، وجود هالانسان هالسحري هذا اللي هي هو هي يعني اللي غير شانجي لا في دو لوم اللي لويا دوني la vie aura toute la vie. عندي le thème du changement, passage de la mort à la vie. انا كل هذا شرحته بالاخير، يعني اللي عملت لكم مفاجاه كله كتبته مع الترجمه لحتى بعرف رح تسمعوه من هون ما رح ترجعوا له مره ثانيه، لذلك كتبته هي شان ليكسيكال، وقلت حتى تتابعوا وقت اللي بيخلص الفيديو. هذا تيم دو شانجمون كنت هون عم بحكي عنه، باساج دو لامور على في لاريفي دو لا فام، وجود وصول المراه افي ان شانجمون، عمل تغيير دون لا في دو بويت. هلا انا هذا اللي طلع معي جزء بده يطلع معكم افكار تانية احلى من لي افكاري. كل انسان طبعا مثل ما هو بيفهم، il était sur le point de mourir، كان على وشك الموت. pour que la mort vienne، هذا الموت، je frémissais كنت ارتجف، je ne sais de quelle colère à moi dans la nuit، هذا كله الشانجمون، هذا حاله الموت. مي سو مو سوفي، هالكلمه كانت بتكفي بور دير لحتى يقول كو تو فا شانجي، كل شيء راح يتغير. كومون باغ اون مان نو، من خلال اليد العاريه، كي ابخي لا ميان اللي مسكت ايدي، il se débarrasse، تخلص من حالته، لا في لوي ريفنو، وحياته رجعت له مره ثانيه من خلال deux bras ont suffi zira'in kafto pour faire à ma vie un grand collier. Les deux bras hinn n'atou l'élan vers la liberté entilaq nahwa al-hurriya. Le souffle posé hinn nafas hada devient une rosée asbah nada. Elle lui a ouvert les yeux clos fatahat lou 'ayni al-mughlaqa pour voir le champ de blé li kayra haql al-qamah. وكمان في عندي لو تيم دو لامور بالاول ثلاث ابيات، بنشوف انه هو عم يحكي على وجود ليمينانس دو لامور، وجود مثول الموت. il n'aurait fallu que mon تخيل انه يعني لم يكن هناك سوى شعره وحده pour que la mort vienne، ما بقى غير شعره لحتى يجي الموت، بس الحمد لله لحقته باخر لحظه. لكن كمان كومون il est accentué، كيف هاللحظه هي عبر عنا من خلال الفورم التورنير انبرسونيل. il n'aurait fallu استخدام البرونون il. cela nous montre هالشي بفرجينا que la mort ne tient qu'à un fil et c'est sur خيط que le poète était sur le point de mourir، كان على وشك انه يموت. هالثلاث ابيات ومن بعدها غيرت حياته، بلش يعرض لنا الحالتين مع بعضهم، يعني كانه عم يعمل comparaison entre l'amour et la vie en présence de la femme. بوجودها بلاها موت، حتى تعرفوا قيمتنا، بلاها موت وبوجودها الحياة. إذن كمان كيف تغيرت، كيف رجعت له ألوانه، الألوان رجعت للأيام. تخيلوا أن واحد أيامه كيف على فرد وتيرة، كيف هالديبريسيون هالضغط هالتوتر هالكبت القاتم اللي عنده، كيف رجعت الكولور الألوان الزاهية فيفونت، كيف كان البويت بغوا دي نوار عم يعتصر قلبه ألم، وثم سجلت عنا غراداسيون تدرج متصاعد عبارة عن أو جور أو سمين، اللي هو أمبليفي عم بيوسع وبيمتد على مدى أيامه. شوف البوزي النفس اللي توضع على كتفه أيقظه، هو نايم أندورمون كان عم بيموت، سي دو لا ماجي، وكان فعله فعل السحر. مون كور دي فان قلب الميت سينونيم دو مور.
أما في جوردستيل فكتير كتار ذكرت منهم ميتافور فيلي، يعني هي الاستعارة اللي بتضل ماشية مع كل القصيدة، سي لا بريزونس دو لا فام، وجود المرأة توت لو دو بويم، على طول القصيدة إلى باغي ظهرت افيك اون مانو باليد العارية، سا رياليتي وجودها حقيقتها، دو برا ذراعيها، ان فرو جبينة، دو غران زيو، بارفان، كل هدول. سينكدوك هو مثل الميتونيمي، لما بنذكر بارتي بنقصد فيه التو، يعني دو برا ايتين ذراعين تكفي يعني كل الجسم، اون مانو يعني كل الجسم، ان فرون كل الجسم. لو بويت كاش ليدونتيتي، خبى علينا اخفى عننا هوية هالشخص هذا اللي هي إلسا تخيولي، لكن فرجانا جزء لحتى يوجه تفكيرنا للتو. أما الميتافور سيبغا كيون في زراعها اللي عملوا ان كوليي دير طوق من الهواء، سيجير بيوحي لنا كل فام لون لاس، وانه كانه هي عم تحضنه عم تلف وعم تعانقه امغوزمون بحب. في عندي كمان ميتافور تانية هي الكولور بيردو، الالوان الضائعه من ايامه. هالشي بيوحي لي كل بويت دايما لما بدي الصوره دور على شو بتدل الفالور تبعتها، انه البويت اتي ديزيسبيري، كان يائس انديفيرون لا مبالي، او بو دو موند مشلوف لاخر هالدنيا مسكين. كومباريزون مقارنه، شان دو بلي شبه بحقل القمح للشان، ايفوك لا بوتي الحقل هو الجمال، او ميم تان اي ريش دو بروميس مليء بالوعود. ان تونتر جاردان حديقه لطيفه ميتافور، la présence de la femme donne la vie au poète à tarhayat la shaar. En même temps, c'est une personnification. هي بنفس الوقت تشخيص لما بيقول tendre jardin، صفة التندر هي humaine، ما تستخدم للطبيعة ومع ذلك هو استخدمها للطبيعة، وكمان استخدم personnification لما قال vienne، أتى الموت، أتى pour que la mort vienne. Une manu métonymie اللي هي كناية attirer l'attention، عم يجر انتباهنا سير لو كونكري، إذا بدي يحكي لنا يقول اجت حبيبتي نفكر بحبيبته، هيك عم يعطينا شقفة منا بأن أنتم لحالكم اطلقوا العنان بقى لتفكيركم. لو برا لو فرون مون كور ديفان غني، قلبي الميت عاش، كمان هون ميتافور كي ايفوك لا رينيسانس دو بويت، رجع انولد من جديد بالهنا إن شاء الله. في مور الحياة والموت ذكرون، اللي هو عبارة عن صورة بيانية انتيتيز تضاد، لما بيكونوا متباعدين مو بنفس التركيب القواعدي بنسميه انتيتيز، ولما بيكونوا بنفس التركيب القواعدية بسميها اوكسيمور بور ميتر ان ريليف، لحتى يعطي أهمية لو شانجمون رياليزي للتغيير اللي حصل. حاول جدي، لا أنا طولت كتير عليكم، بس حاولت إنه أكركر يعني حطيت صوتي على السريع لحتى أشرحه بسرعة. على كل حال مكتوب كل شيء عندكم، واللي بده سؤال بيسألني على قناتي على اليوتيوب ولا على الفيس ولا على التليجرام، شو ما بتكون أنا موجودة. كانت معكم مدام عبد الكل، أغفوار على فوشين فوا، باي باي.